السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في الفيديو تاع اليوم. كدايرين لاباس عليكم؟ كلشي بخير ان شاء الله. في الفيديو تاع اليوم غنشارك معكم واحد التجربه اللي غادي تفيد بزاف تاع الناس اللي كيبغوا يديروا السياحه من لا سيشيليا لريجو دي كالابريا. انا دابا حاليا في ميسينا، المدينه اللي كنسكن فيها. هذا كنوريكم يعني الا جيتي لميسينا ترونسبور موجود، ها هما الطاكسيات هنايا كاينين حدا البورتو، ومن ميسينا ممكن تمشي ريجو دي كالابريا، لان من ميسينا اقرب نقطه باش تقطع لريجو دي كالابريا. هنايا انا غادا في الاتجاه ديال الميناء او البورتو اللي غنقطع منه البيليتو باش ناخذ التراغيتو اللي كيقطعنا من لا سيشيليا لريجو دي كالابريا. هاد البلاصه هي البورتو، فيها الناس هما كيتسناو تجي التراغيتو. هنا كاين اوفيشيني او الاوفيشيو اللي كنقطعوا منه البيليتو. البيليتو من ميسينا بورتو ا ريجو كالابريا كيدير 4 أورو فقط، يعني ثمن جد مناسب رخيص، يعني باش تقطع من ريجوني الى ريجوني اخرى. هنايا هذا هو الميناء، انا كنوريه لكم، هذا هو الميناء كما كتشوفوا معايا في الفيديو. الناس هما كيتسناو التراغيتو حتى يوصل. هنايا باش نذكركم، هنايا راه كاينين البوليس، يعني اللي ما عندوش الوراق راه كاين كونترول مشدد. انا بنفسي قلبوا لي الوراق ديالي، ولكن الحمد لله الامور عندي كلها مزيانه. هذا التراغيتو ها هو جايب الناس، هذيك اللي كتبان لكم بالاتجاه الاخر هذيك هي ريجو دي كالابريا. شوفوا شحال قريبه لميسينا، صافي يهبطوا هذوك الناس وغنطلعوا حنايا. هنايا كنطبعوا البيليتو صافي باش نطلعوا التراغيتو. انا مازال في الانتظار. صافي هنايا من بعد ما طبعت البيليتو انا طلعت التراغيتو، خديت البلاصه الاماميه باش نصور لكم ونشارك معكم هذه التجربه. هذا هو التراغيتو من الداخل، ما تقدرش نصور حيت كاينين الناس. هذيك هي المناره ديال ميسينا، مدينه ميسينا في جنوب ايطاليا، وهو تراغيتو شاد بين الطريق الى ريجو دي كالابريا. هذه معلومه اللي بغيت نشاركها مع الناس المتتبعين ديالي والناس اللي كيعشاق السياحه، يعني ياخذوا هذه الفكره، يعني من بثمن رخيص من ريجوني ريجوني ممكن نتاقلو ونشوفو مناظر اخرين. احنا مازال غاديين في الاتجاه ديال ريجو دي كالابريا. شوفوا البحر شحال غزال، اللون ديالو كيحمق زوين، طبيعة زوينة، كلشي زوين الصراحة. الجنوب فيه ما يتشاف صراحة. مازال انا شاد بينا الطريق في البحر، يعني نص ساعة ماشي بزاف، كتمتعي يعني بواحد الطبيعة اللي غزالة. قلت لا علاش لا ما نشاركش معكم التجربه وتاخذوا فكره. انا صافي حنا وصلنا البورتو ديال ريجو دي كالابريا. احنا هبطنا من التراغيتو وهذه هي ريجو دي كالابريا. هادو الناس كانوا راكبين معنا، نزلنا حنا وياهم. وشوفوا لي البنات من ريجوني ريجوني ب4 أورو فقط، ونص ساعه تاع الطريق بدلتي من بلاصه لبلاصه. هادي هي ريجوني. انا راه 15 عام وانا ساكنه في ايطاليا، ما تنجيش ليها بزاف، ولكن ملي تنجي ليها ما تنسخاش بها الصراحه، كتحمقني وكتعجبني زوينه. شوفوا شحال غزاله، مناظر فيها زوينه نقيه. انسان بثمن رخيص كيبدل من بلاصه لبلاصه، كيبدل من جوجو. سبحان الله، كل مدينه عندها لو شارم ديالها. في ايطاليا كل مدينه كتختلف على مدينه اخرى. طبعا نتوما معايا، نتوما كتشوفوا معايا، قلت علاش لا ما نشاركش معكم التجربه. هذه هي ريجو دي كالابريا، راه ما بينا وبين ميسينا والو، نص ساعه تاع الطريق 4 أورو كنقولها، ونعاود 4 أورو البيليتو. ها نتوما انا كنوريكم شاده لكم على، كان عندي واحد الغرض وقلت علاش لا ما نشاركش معكم التجربه، كان الناس تاخذ فكره. انتوما شحال كتحمق، شوف غزاله ريجو كالابريا الصراحه، غزاله فيها ما يتشاف، طبيعه وكلشي كلشي فيها زوين. تاميسينا زوينه، ماشي تاميسينا حتى هي زوينه. هذا واحد التذكار، كاين واحد الساحه ديال شي جندي، ها
هطلع عليه الورد هنايا، واحد الاطلاله يا البنات، واحد اطلاله، واحد اطلاله واعره. شوف اطلاله زوينه من هاد البلاصه هادي، البحر مع الجبال مع الخضوريه، داكشي الصراحه يعني مناظر اللي يعني كتعشقها العين صراحه، وكترتاحي. صافي هنايا ساليت المهمه ديالي وحنا راجعين عاوتاني شدينا تراكيطا اللي كيرجعنا من ريتو كالابريا المسينة. صافي نص ساعة حنا راجعين، انا كنوريكم البليتو ديال الرجوع حتى هو 4 أورو فقط، مشيت وجيت ب8 أورو. صافي هنايا حنا وصلنا المسينة، رجعت للمدينة ديالي. صافي وهنا غادي نسالي الفيديو ديالي معكم، شاركت معكم هاد التجربه، عطيتكم هاد المعلومه وهاد الفكره بالنسبه للناس اللي عشاق السياحه والناس اللي كتبغي تجي لا سيشيليا. هادي فكره انكم من لا سيشيليا ممكن تمشيو لريجوني ديال كالابريا، ريجو كالابريا، ومن كانو ريجو كالابريا راه هي مدينه في 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 الكالابريا، وتشوفوا جوج ريجوني في 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 نفس السفر بثمن رخيص بوقت قليل. ايوا انا غادي نسالي الفيديو ديالي معكم حتى اليوم، كنتمنى اي واحد صادف القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا عندي وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنساوش ديروا الاعجاب ولايك الفيديو، ومع السلامه.